أهمية هذه المسؤولية الملقاة على عاتقه. ولأجل ذلك وباعتبار أن هذه السنة هي سنة استثنائية بكل المقاييس، خاصة أن المجلس الجماعي العالمي كباقي المجالس المنتخبة وطنيا ما زال في طور تشكيل هياكله وتنظيم سير شؤونه الداخلية، فإنه سيكون مضطرا بحكم الإكراه الزمني وإكراه الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي، قلت سيكون مضطرا إلى وضع ميزانية عالية في أفق وضع استراتيجية عامة للمجلس قادرة على الإجابة على جميع الحاجيات بإشراك كل الفاعلين والمتدخلين وشركاء الجماعة طبقا لما جاء في المادة 78 والمادة 183 القانون التنظيمي 14-113. وبعد نقاش مستفيض حول النقطة الأولى في الشقية المتعلق بالمداخيل، وبعد العرض الذي استمعت إليه اللجنة الذي قدمه السيد وكيل المداخيل والذي بين لأعضاء اللجنة الإكراهات وبعض التوضيحات التقنية التي قدمها السيد قابض مدينة العلاليش، أثير على الهامش حول نقاش حول الوثائق التي يجب أن تسلم لأعضاء اللجنة. أوضح الرئيس الأخيرة أن جميع الوثائق هي رهنة إشارة الجميع وبإمكانه الاطلاع عليها في أقسام الجماعة ما دام أن الكم الهائل لهذه الوثائق يحول بدون إمكانية إحضارها للاجتماع. هذا بالإضافة أن المادة 185 من القانون التنظيمي وإن كان تنص على ضرورة إرفاع الوثائق الضرورية بمشروع الميزانية، إلا أن فقرتها الثانية تنص على أنه سيحدث قانون تنظيمي ينظم هذه الوثائق، وبالتالي فإن هذا القانون التنظيمي لم يخرج بعد إلى حيز الوجوب. إذا هذا النقاش اللي دار داخل اللجنة كان احتكام إلى النص القانوني المذكور أعلى. إذا وبعد هذه المناقشات والعروض خلصت اللجنة إلى بعض التوصيات التي ستعرضها على مجلسكم الموقر. أول توصية هي ضرورة تفعيل اتفاقية التحصيل في إطار اللجنة الإقليمية المفترضة. ثانياً ضرورة تقديم كل إمكانيات رهن إشارة وكالة المداخيل الجماعة حتى يتسنى لهذه الأخيرة أن تعد تصوراً عملياً وواقعياً ودقيقاً لكافة المرافق الجماعية القادرة على توفير مداخيل الجماعة. ثالثاً عقد لقاءات على مستوى رئاسة المجلس وقسم الموارد البشرية مع السادة ضباط الحالة المدنية والمفوض لهم في تصحيح إمضاء ومطابقة النسخ لدخولها، قصد حث هؤلاء على عدم تسليم الوثائق بدون أداء المواطنين الرسوم الواجبة قانوناً. ضرورة تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجماعة والقبضة لمد هذه الأخيرة بالموظفين اللازمين لأداء عملها في أحسن الظروف نظرا للنقص الهائل في الموارد البشرية التي تعاني من القبضة. كما أوصت اللجنة بضرورة إيجاد حل سريع للباقي استخلاصه عن طريق تقليل الصعوبات المادية والقانونية وإلغاء الضرائب غير القابلة للاستخلاص. هذا كان فيما يتعلق بشق المداخيل الجماعة. بالنسبة لشق المصاريف فإنه بعد اطلاع اللجنة على شق المصاريف الميزانية السنوي لـ 2016 فصلاً بفصل وبعد العرض الذي تقدم به وكيل الحسابات أوصت وبعد النقاشات المستفيضة في هذا الموضوع أوصت اللجنة بضرورة الموازنة بين مداخيل الجماعة ومصاريفها. كذلك أوصت بتوصية أخرى تتعلق بتحفيز الموظفين على أساس الكفاءة والمرضولية. كذلك وفي إطار أن أثناء المناقشات أثير ملف شائك ومتعلق بملف هو ملف النظافة، ونظرا بعد المناقشات ونظرا لقلة المعلومات والوثائق التي توفر عليها المجلس خلصت اللجنة إلى توصية في الموضوع تتعلق بتنظيم يوم دراسي في أقرب وقت حول ملف النظافة في أفق عرض نتائج هذا اليوم الدراسي على شكل توصيات تعرض على المجلس لاتخاذ ما يلزم به القانون. في الأخير أوصت اللجنة بمصادقة على مشروع الميزانية لسنة 2016. بخصوص
نقطة أخرى وهي النقطة الثانية المتعلقة بدراسة ومناقشة إجراءات بعض التحويلات في ميزانية السير برسم سنة 2015. صادقت اللجنة بالإجماع على بالإجماع أعضائها الحاضرين على هذه النقطة.